كل الحاجات الحلوه بس. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها فليقل خيرا او ليصمت. تكفي تقولي العظيم تفتح بزين وتعلموها لاولادكم. نقول الحلو بس، اتعودي قولي الحلو بس، بلاش الوحش. احنا ما بنقولش غير الوحش، ما بنتكلمش غير في الوحش. ايه رايك في لبسي؟ الاشارب مش لايق. طب بس الجاكيت عجبك؟ اه. طب ما قلتيش على الجاكيت ليه؟ اقولها لكم بس عشان ما تتخضوش. عارفين ليه؟ كل اناء ينضح بما فيه، لو جوه وحش اللي هيطلع ايه؟ انا بشوف ناس بيعرفوا الناس بعيوبهم بعوراتهم. عوراتهم يعني النقص اللي فيه. ناس ما بتقولش غير الوحش. ايه رايك؟ عجبك انبسطتي في الفرح؟ ايوه بس العريس سنه كبير قوي. الاكل كان ما كانش كويس. مكياج العروسه كان تقيل. يا بنتي ما تقولي الايه؟ ما تقولي الحلو. عارفه فلان الفلانيه؟ دمها تقيل قوي. طالعه فيها. فاكره نفسها ما اعرفش ايه. يا بنتي مش شايف فيها صفات ثانيه كويسه؟ قولي الحلو اللي فيها. اهي سنه طويل ومجنونه. يا دكتور زن سنه طويل ومعروف انها مجنونه وعصبيه ومتشوفش اللي قدامها ولسانها طول وبتشتم وحش قوي 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 قوي. شفتي خلي بالك من لسانها؟ دي بتشتم. ده الاول امبارح اتخانقت مع مش عارفه ايه. تعرفيها؟ دي بنت ناس قوي. دي قلبها طيب قوي. ما اقولش الايه؟ ما تتعودوش تتتبعوا الحاجات الوحشه في الناس. عارفين ليه؟ الحاجات الوحشه في الناس اللي هي عورات الناس. غير بقى العوره من السر الى الركبه وما يجب ستر واحد من النظر اليه. العوره اي نقص في بني ادم. ما هي واحده دكتوره زين لسانها طويل مش متربيه. ما هو مش متربيه دي ايه؟ مش ده نقص فيها؟ واحده رحت شفتي بيتهم. بيتهم تخيلي مقدم لنا هم مؤدبين ولاد ناس وكده بس تخيلي مقدم لنا الكوكولا في ازايز. تخيلي انا قاعده بعمل كده التراب. بيتهم في حته شعبيه قوي. تخيلي البيضات كانت مقطعه. اوعي اوعي تتعودي تبصي في عورات الناس. تبصي تشوفي الوحش وايه وتقولي. عارفه ليه؟ لو اتعودتي انك تتتبعي عورات الناس. في حد فينا ما فيش فيه عوره؟ كلنا ربنا يستر علينا. ها؟ لو اتعودتي ان انت تتتبعي عورات الناس مش الناس هتتبع عوراتك، لا ربنا اللي هيتتبع عوراتك وهيفضحك في جوف بيتك. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه اياكم وعورات المسلمين، اياكم وعورات المسلمين، اياكم وعورات المسلمين. فمن تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته. شوفي بقى مين اللي هيبقى وراكي. وفضحه في جوف بيته. اللي فيكو مفيش فيها عورة كاملة الأوصاف تبتدي تتكلم في عيوب الناس. أظن دي هتخليكي إيه؟ أنا عارفة هتخرجي من درس مفهوم؟ قولي الحلو. زي ما هقولها بالبلدي، ماما. ده حتى على مستوى القومي في البيت. ماما عامله لك باميه ورز ولحم. عجبك الاكل؟ اللحمه بتشد والرز شعر والباميه نايمه. قولي الحلو. اللحمه بتشد والباميه كويسه ورز شايط. تقولي ايه؟ عجبك الاكل؟ قولي ايه؟ الباميه جميله. صح؟ قولي الحلو. اللحمه حلوه قوي يا ماما. الرز شايط. ما تقوليش الوحش، قولي الحلو. زودن الثلاثة: الرز شايب، اللحمة بتشد، والبامية نية. أقول إيه؟ هقول إيه؟ عجبك الأكل؟ تسلم إيدك. مش كده أبقى منافقة؟ لا أنت مش منافقة. دي اسمها إيه؟ جبر الخناق. اتعودوا كبروا خاطر الناس عشان ربنا يجبر بخاطرهم. شاريا، ايه رايك في الاشاره بتاعي ده؟ غامق قوي ليه كده؟
ايه رايك في لبسي؟ يعني متخانق قوي، مرفع، مغربك، مغربني ازاي؟ اي كلام، عاوزه تسمي بدنها وخلاص. في ناس كده، مش تقول لك ان صحيحه ان صحيحه، هنعيد ونكرر، النصيحه في العلن فضيحه. اللي تجيبك في وسط الشغل، في وسط اصحابك، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ والناس والزمايل لينا وكلنا واقفين، انت زعلتي؟ انت زعلتي؟ حق عليا بنصحك. لا، انت تخلي بالك منهم، دي عاوزه ايه؟ عاوزه تفضحك. انت قلتي عاوزه تنصحي؟ بتبقى ايه؟ السر. عجبتكم الكيكه؟ بس في وسط الناس، والناس قاعده، او بره تعمل كيكه ولا تعمل بيتزا وعازماك مش عارفه ايه، وافرضي محروقه، افرضي مش عارفه ايه، عجبتكم البيتزا؟ تسلم ايديكي. دكتور زين، بس هي كانت عاوزه بس ايه؟ يعني هي دي كان عاوز تحط فيه شويه ملح، شويه سكر، ناقص بيض، ناقص مش عارف الحاجات دي. ما تقولهاش قدام الايه؟ الخلق. ده بينك وبينها وانت بتسلمي عليها. بس هي هدى بعودة، ربنا ما يطحلك، عاده دايما تعزمينا كده، ها؟ بتعملي لنا بيتزا كده. هدى، انت بتحطي، انت بتشوفي، شوفي الكلام بيبقى ازاي؟ هدى، انت المقادير بتاعتك دي بتحطي ايه؟ هدى، المقادير اللي بتحطي لها ايه؟ بحط لها بيضتين وبحط لها مش عارفه ايه بتاع. طب جربي كده زود البيض كده، زود البيض، بس انا عندي مقادير كده، فبشوف المقادير بتاعتك والمقادير بتاعتي، انا عملت من ثلاثه البيض دي طلعت حلوه، جربي كده يا هدى. ادي الكلام يبقى كده، مش في وسط الخلق. علمه، تعلموا الكلام يبقى ازاي؟ امهات علموا الناس تبقى ازاي؟ الملافظ ايه؟ الناس زمان كانت تيجي تقول لك الفلانه الفلانيه دي الست دي لسانها ايه؟ ما يخرجش من بقها الايه؟ العيبه، العيبه يعني ايه؟ هي هبله؟ بتقول كل حاجه حلوه، تقول له كل حاجه ايه الجميل؟